بهذه التحديات الرائعة. انطلاقة سليمة لشوطنا السادس في تعداد أشواط صباح هذا اليوم، الشوط السادس وهو الخاص بالإذاعة لبكار المهجنات الأصايل. انطلاقة سليمة ورائعة كما يتمناها الجميع في مسافة ورحلة الخمسة كيلومترات. شوط يحمل أسامي أيضا صارت وجالت وشعارات متميزة في هذا العالم الساحر. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام، ننطلق بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة وأرهني شايب من قادة المجموعة سعيد بن أحمد بن قبع العامري، من يتابع انطلاق الشايبة اللي انطلقت بناموس هذا الشوط واندفعت بالصدارة، اندفعت بالمقدمة منذ البداية. تليها في المركز الثاني نتابع الظبي مع المركز الثاني لأحمد بن راشد المحرمي، ومع المركز الثالث القدوم والتسلل في هذه اللحظات مع المركز الثالث. مع المركز الثالث نتابع المتحدة مسرط بن شعيفان أبو الاثنين السبيعي، ومع المركز الرابع من الجانب الآخر أرهناك أيضا نتابع الشاهينية بالشعار مسفر بن عبد الرحمن بن سعد الشامري. من يتابع انطلاق الشاهينية اللي تسللت مع المركز الرابع وخامس التحديات. الظبي لراشد بن عامر بن دعفوس المنصوري ينطلق مع الظبي مع المركز الخامس شعار منصورة اللي انتزعت المركز الأول في شوطنا الماضي، ومع المركز السادس. التحديات في هذه اللحظات وانطلاق أيضا من الريانة يابر بن راشد بن يابر بن حمد بن مسعود. من يتابع انطلاق الريانة مع المركز السادس والسابع التحديات. نتابع من الجانب الآخر أرهناك الشايبة عيسى بن علي بن محمد بن حسن الصليطي. من يتابع انطلاق الشايبة مع المركز السابع والثامن التحديات. مشاهدينا متابعينا الكرام، ننطلق مع النايفة لأحمد بن العوضي بن يحيى المنهالي، بينما انطلقنا مع المركز التاسع بقرة التحديات أيضا. نتابع الفايزة لعبد الله بن أحمد بن علي السبوسي. من يتابع انطلاق الفايزة مع المركز التاسع وعاشرا. مشاهدينا متابعينا الكرام، ننطلق مع غرام راشد بن سعيد بن علي الزرعي. من يتابع انطلاقة غرام مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، النداء الأول للعشر المراكز الأولى بهذه التحديات والانطلاقات الجميلة. ولكن نعود مع الصدارة، نتابع بداية هذا الشوط والتغيير الذي طرى وجرى على المقدمة. نتابع الريانة اللي انطلقت بناموس هذا الشوط. يابر بن راشد بن يابر بن مسعود من يتابع انطلاق الريانة، ولكن أرى الظبي من الجانب الآخر شعار أحمد أيضا بن راشد المحرمي. من يتابع انطلاقة الظبي الشايبة مع المركز الثالث لسعيد بن أحمد بن قبع العامري، ومع المركز الرابع القدوم من الشاهينية شعار مسفر بن عبد الرحمن بن سعد الشامري. من يتابع انطلاق الشاهينية مع المركز الرابع. خامسا مشاهدينا متابعينا الكرام، المتحدة بالشعار مسرط بن شعيفان بن الاثنين السبيعي، ومع المركز السادس التحديات للظبي لراشد بن عامر بن دعفوس المنصوري، ومع المركز الثامن نتابع الشايبة عيسى بن علي بن محمد بن حسن الصليطي، ومع المركز التاسع أرى التحديات أيضا النايفة لأحمد بن العوضي بن يحيى المنهالي، وعاشرا مشاهدينا متابعينا الكرام الفايز لعبد الله بن أحمد بن علي بن سلطان السبوسي. من يتابع انطلاقة الفايزة مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، التحديات مستمرة، الانطلاقات رائعة في هذا الصباح الجميل. يا سلام، نعود بالصدارة، نتابع الريانة اللي مسيطرة كل السيطرة على مجريات هذا الشوط، تقود المجموعة بتحديات جميلة بثبات على مقدمة هذا الشوط. والمغادرة للأحد 2 كيلومترات، بدينا مع العد التنازلي لمجريات
مباريات هذا الشوط، وريانة تسيطر، ريانة تسيطر على المقدمة بهذا الشعار، شعار يابر بن راشد، بن يابر من مسعود، من يتابع انطلاقة ريانة. ولكن الشايبة، الشايبة لا يستهان، لا يستهان به من الأسامي اللامعة بهذا الشعار، شعار سعيد بن أحمد بن قبع العامري. من يتابع انطلاق الشايبة اللي تسللت، اللي تسللت مع المركز الثاني، والقدوم من النايفة أحمد بالعوضي بن يحيى المنهالي أيضا بدأ يدفع بالنايفة تنطلق مع المركز الثالث. رابع التحديات القدوم مشاهدينا متابعينا الكرام، التسلل التسلل التسلل، نتابع الشاهينية ومسفر بن عبد الرحمن بن سعد الشامري. من يتابع، من يتابع هذا الانطلاق؟ ولكن أرى، أرى القدوم من المتحدة مسرط بن شعيفان بن اثنين السبيعي، ومن الجانب الآخر، من الجانب الآخر أرى هناك أيضا انطلاقة، انطلاقة الظبي راشد بن عامر بن دعفوس المنصوري. التحديات، التحديات جميلة مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود بالصدارة، نتابع البداية، نتابع المقدمة، والأمتار بدأت تتناثر تحت هذا الرقص الصباحي الجميل والرائع، والكيلو المتر الأخير والخطير يا سلام، والكوكب الثلاثية، الكوكب الثلاثية على مقدمة هذا الشوط. نتابع، نتابع النايفة، نتابع النايفة اللي نافت وانتزعت، انتزعت المركز الأول، انتزعت الصدارة. أحمد بالعوضي بن يحيى المنهالي من يتابع انطلاق النايفة. المركز الثاني، المركز الثاني أرهني الريانة، يابر بن راشد بن يابر بن مسعود ومع المركز الثالث. أرى التحديات من الشاهنية ومسهر بن عبد الرحمن بن سعد الشامري. من يعلن انطلاق الشاهنية مشاهدينا متابعين الكرام، والقدوم من الفايزة عبد الله بن أحمد بن سلطان السبوسي، وأرهني شايبة لسعيد بن أحمد بن قبع العامري. واللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، وأرى مشكورة أيضا تتسلل في هذه اللحظات مايد بن سلطان بن عبد الله العلي، والتحدي، التحدي من الطيارة لسهيل بن سلطان بن علي بن رشيد الكتبي يا سلام. اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، والشايبة، الشايبة، الشايبة تنطلق بناموس هذا الشوط يا سلام. اللحظات الأخيرة والشايبة قفلت، قفلت على مجريات هذا الشوط. سعيد بن أحمد بن قبع العامري سلوب، سلام يا الهيار سلام، اسعدت صباحا، تهانينا، تهانينا لسعيد بن أحمد بن قبع العامري على فوز الشايبة بالمركز الأول. لحظات الوصول إلى خط النهاية، المركز الثاني تصل فيه مشاهدينا متابعي الكرام الضبي لسهيل، لسعيد بن سهيل بن حطم العامري. والمركز الثالث، المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام الطيارة للسير بن سلطان بن رشيد الكتبي. والمركز الرابع التحديات من النايفة لأحمد بن عوضي بن يحيى المنهالي، والبقية بن حين الأعضاء خط النهاية. نعود مع التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام، ولحظات وصول الشايبة إلى خط النهاية تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 7 دقائق 52 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. التهاني لسعيد بن أحمد بن قبع العامري، وسلام يا الهيار سلام مع الأداء المتميز اللي قدمته الشايبة اللي وصلت مع المركز الثاني. الظبي تقطع المسافة في 7 دقائق 54 ثانية وجزئين من الثانية. التهاني لسعيد بن سهيل بن حطم العامري واللي وصلت مع المركز الثالث. الطيارة تقطع المسافة في 7 دقائق 55 ثانية و3 أجزاء من الثانية. التهاني أيضا لسهيل بن سلطان بن علي بن رشيد.